طبعا انا بقول طنط تبتدي بقى. اتفضلي. انا الكبيره بقى. شفتي بقى مرات ابني جميله ازاي؟ لا حلوين اهو مع بعض. انا مؤدبه. ايوه اتفضلي يا مدام. هو انا خريجه ليسانس اداب تمام عبري، ويعني اشتغلت وقت بسيط جدا مدرسه انجليش تمام، بس يعني عملت تضحيه ام بقى وقعدت للولاد وكده والحمد لله. يعني الاجيال الحلوه دي، الاجيال الحلوه ربنا كرمني بالاولاد. يعني حضرتك عندك نور اللي هو جوز غادة، نور مهندس برمجيات، ونيفين دكتوره صيدلانيه. فل قوي، احب انا الامهات المكافحه. وبعدين بقى في كمان حد بقى، في غاده. تعالي بقى يا غاده قولي لي نمبر 3. عارفين انت بقى نفسك بتشتغلي ايه وكده؟ غادة نجمة. مبدئيا اسمي غادة نجمة. اهلا بيك. اهلا بيكي. انا حاليا بشتغل في الاناليسز، يعني برضو في نفس الفيلد بتاع نور تقريبا جوزي، ان احنا برضو ارقام وتيلي كوميونيكيشنز. تمام. واللي دي عندي ولد واحد حتى الان، ياسين، عنده 5 سنين. هو من كل اللي اسمهم ياسين. هما ياسين بس. وانا ياسين بس، بيبان احلى ياسين في الدنيا. طبعا ربنا يخليه ويحميه يا رب. طبعا شبهي طبعا، وهو سبب اللي احنا فيه ده دلوقتي. يعني هو اللي جاي بقى اللي هنعرفه. يعني اضطرينا يعني نحب بعض كلنا ونشيل ياسين. ايوه بصراحه.